صباح الخير يا ولاد، احنا خلصنا منهج وبعت لكم اخر محاضره اللي هي الجراف. دلوقتي هرجع لكم على حاجه بقى، يعني هاخد المنهج هقسمه اقسام. كل جزء هشرحه في محاضره، بحيث ان احنا مش شرح بقى، شرح ازاي تشتغل، تعمل عليه الريسيرش بتاعك، تعمل بحث بالطريقه دي. يعني انت كل اللي مطلوب منك انك بتشرح في محاضره، تشرح الحاجات دي باختصار. يعني مش عايز التخصص منك وتبقى الحرف محترف، يعني انت بتحط معلوماتك عن الستاتستكس بس. اول حاجه الموضوع بتاع الديسكرايبنج داتا، ان احنا بنعمل في ميجرز معينه. عندي ميجرز، الميجرز دي عندي سنترال تندنسي، وفي ال اكسبريشن دي في بيج 58 في الكتاب، ودي ال dispersion في بيج هنبتدي تاني بقى موضوع تاني اللي هو مثلا ال correlation و regression. ايه بنستخدمه في ايه بقى؟ بنستخدمه عشان نعرف الـ relation between two variables او اكتر. احنا طبعا في حاجات كتير قوي، انتوا بتاخدين simple correlation بين two variables اللي هما x و y. الكورليشن له رمز r، سمول r، عشان البهوات اللي بيغشوا يعني طبعا هتبقى كتبها بقى. فعارف لما دايما كان في امتحان الطالب يجي يعمل لي r، كابيتال r، بعرف انه غش حد من اللي هاله. ال r ده اذا كان قيمته اكبر من النص تبقى العلاقه الريليشن دي تبقى سترونج، واقل من النص تبقى ويك. وإذا كانت بوزيتيف تبقى دايركت، وإذا كانت نيجاتيف تبقى انفرس. طيب بنعرف